أحيت الإدارة الثقافية بانتقال حضرموت الذكرى الخامسة لرحيل الفنان الكبير أبو بكر سالم بالفقيه بأمسية فنية شارك فيها مجموعة من فناني الغناء والموسيقى الحضارم. المزيد في هذا التقرير. بأمسية فنية غنائية أحيت الإدارة الثقافية بانتقال محافظة حضرموت الذكرى الخامسة لرحيل الفنان الكبير أبو بكر سالم بالفقيه، أمسية شارك فيها كوكبة من نجوم الغناء والموسيقى الحضارم، حملت عنوان اليوم يومك يا عدن، وهو مطلع أغنية وطنية ثورية للفنان بالفقيه. في هذه الأمسية الذكرى الخامسة أحياء الذكرى الخامسة لرحيل الفنان أبو بكر سالم بالفقيه، تابع الكلمات عن أن نربنا الأسطورة بالفقيه، وماذا يمكننا أن نقول عن الفنان الأصيل أبو أصيل، أسطورة السحر والجمال، صوتا وأداء ولحنا وشعرا، الفنان الشامل الذي غنى للعشاق وللأرض والوطن. الفنان أبو بكر سالم بالفقيه تجاوز حدود الجنوب وتجاوز حدود الخليج ليصل إلى الحدود العربية، فبات أبو بكر سالم بالفقيه مدرسة فنية كبيرة أثرت التراث الفني الحضرمي تحديدا والتراث جنوب الجزيرة العربية عطاء زاخرا. وصلات غنائية تحاكي روح الطرب الأصيل الذي كان يتغنى به الفنان الراحل أبو بكر سالم بالفقيه، استمتع الحضور بسماعها لتعود بهم إلى ذكريات الماضي الجميلة. قلما يمتلك أي فنان مكانة في وجدان الشعوب كتلك التي يمتلكها أبو أصيل في نفوس ووجدان أبناء حضرموت والوطن العربي أجمع. طبعا نحن في هذه الليلة نمجد تاريخ ونمجد سيرة عطاء فني من قطع النظير، نمجد عطاءات فنية وثقافية لفنان اسمه جاب أقى سماوات الوطن العربي من أقصاه إلى أقصاه، إنه الفنان والدكتور أبو بكر سالم بالفقيه. طبعا نحن وإن قدمنا بعض من أعمال الأستاذ الدكتور أبو بكر سالم بالفقيه، طبعا نحن لن نوفيه حقه ولا نستطيع أن نصل إلى ما مستوى الحدث. الحدث بحاجة إلى حفل يكون أكثر تقنية. أبو أصيل رحل عن عالمنا ولم ترحل معه أعماله الخالدة، فهو الذي ولد من رحم هذه الأرض العظيمة ورحل بعد مشوار فني طويل أجاد فيه ألوان الغناء العربية المختلفة، وكان اللون الحضرمي هو اللون البارز في مسيرته الناجحة، وهو اللون الذي بدأ به هذه المسيرة الكبيرة.